تحكيو على صباح طقسو صافي، الشميسة مزيانة والهواء دافي، ريحة القهاوي والطاولة منصوبة، اللي مشى يجيب في الكرواسون واللي مشى يجري على الفطاير واللي قامت لبست الروب. وصلت أول واحدة وحلت الكراسة تكتب، مرة تغزر مرة تسرح ومرة ترجع تخنتب، كل ديتاي ولا سورس دانسبيراسيون، كلمة تفضل مدام إيش تشرب وحتى الغزرة للاجيسيون. السيرفور البليد اليوم ما هوش يتنطش، والطقس سخون أما نسينا اللي هو يعطش، التويول الكل نظيفة واللي جي ما وحدها اليوم في بلاصتها أما معها ضيفة. اللي في العادة ما يقولش صباح الخير اليوم يعنق ويبوس، واللي مكياجها ديما مفرط اليوم عاملة جو لمته في تروس، اللي ما يسلمش في سيجارو اليوم يفرق في الدخان، واللي دارهم صعاب ما كلموهيش حتى كي الوقت حان. الكوب اللي ديما يتعاركوا اليوم جابلها كادو، والانيفرسير اللي في الطاولة المقابلة يفرقوا في الجاتو. في بلاصة أخرى العرف يسلم على الموظف، وكل حد تنس قبل ما يقعد بيروه ينظف، في الافنو اللي يشطح واللي يغني وكل حد كيفاش غرام ووظف. في ساحة المكتب الصغيرات يجري ورش الشجرات يتخبئ، وعلى كورنيش المرسى الصحبات قاعدين يتمشئ، والكورة في دار الجيران تتسطح، والموزيكا الكل واللي تتشطح. استغيس الكل ذيب من بلاستو، واللي كان يخمم خرج من تعاستو، يقولوا اللي ما يدوم حقل واللي رجوعوا الوضع كما كان مش محقل. اما الغريب اللي الوضع ما رجعش كما كان، والسبب مش قديش تعدى زمان، الوضع رجع خير والدنيا فيها بنا غريبة، والسبب هو معرفة، معرفة عجيبة. قيمة الصحة اللي تنسيت ساعات، قيمة العين اللي تغزر والوذن اللي تسمع وقيمة الدقات، قيمة الفم اللي يضحك والبدن اللي يتعب، قيمة المخ اللي يحسب واليد اللي تكتب. مش هذا كهو، قيمة برشا جزئيات، اش حويل صاحبتي اللي بعد ما نبزتها بكيت، وين ياك الطفلة اللي مشيت، واش صاير في تونس بعد ما هالمدة تعديت. الحمد لله نجحنا في الحرب وناسنا واعية، كالعادة اسمنا تذكر بغتو وتونس القدام ساعية. أما تعرفوا محليها حلمة، وأنا وانتي نحقوها كان كل حد فينا يقول كلمة. كلمة لأمك وبوك وعيهم، كلم صاحبك في التليفون قلو شد الدار لمصلحتك، كلم جدك اسأله عليه قلو عايش جدي ما تخرجش باش تحمي صحتك. كونكتي ونهبط وتصاور نفدلك ومش عيب، أما نجمو نستغلو التليفون باش كل حد يكون الآخر طبيب. بسمعان نصيحة نمنعو من نصيحة، والقعدة وستريس الدار خير برشا من الاستهتار. ما نقابلكش نكلمك في التليفون نحكي لك أحوالي، خير برشا من اللي نعيشه سيناريو الإيطالي. ما نتمنيوش الفجعات في حتى دار ولا حومة، غلطنا البارح نصلحو اليوم، اقعد في الدار العب مع صغارك المهم شد دار.